قصة الوادي المقدس طوى من وصل موسى منطقة جبل الطور. هذا مش ترجم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. أي من يدله على الطريق إلى مصر. فلما أتى موسى النار من جانب الشجرة المباركة سمع نداء. هذا مش ترجم. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فأوحى الله له ما أوحى وكلفه أن يحمل رسالة إلى فرعون وأعطاه الله الآيات وطلب موسى من ربه أن يرسل معها أخاه هارون وليكون له رداء. وأثنى موسى على أخيه بين يدي ربه بأنه أفصح منه لسانا وقال عبد المشترجين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون.